الحمد لله لحقناك وجبناك العيادة اهو. ما تخافش يا بابا، ان شاء الله هتبقى كويس، بس بلاش نظرة الحزن اللي في عينيك دهيت، يعني تمسك بالحياة، ما تستسلمش للمرض. بابا انت دايما عودتني على كده. اصل انا قالوا لي مره وما صدقتش. انتوا جايين مخصوص عشان الفرده فعلا؟ عشان فرد. ماشي. حضرتك في ايه؟ حضرتك حاجه، احنا هو احنا جايبينه مستشفى اليوم الواحد؟ ما احنا جايبينه لعياده الدكتور بيطري. ماشي، يعني اللي انتوا عايزينه. طب حضرتك يلا عالجه بسرعه، عالجه لنا بسرعه، شوف عنده ايه، يلا بسرعه. اعمل ايه يا ابني؟ ده ب 35 جنيه. انتوا دافعين كام بره عشان تدخلوا؟ 150 جنيه. اطلع خد ال 150 جنيه، جيب 6 7 فران يقعدوا يلعبوا معاه، هيفوقوه هيبقى زي الفل. 6 7 فران ايه؟ احنا عايزين الفار ده، يلا عالجه بسرعه. بص ايدك، اعمل اي حاجه، ادي له صدمات كهربائيه، هات حجرين قلم وشرزهم له كده، اعمل اي حاجه. بعد اذنك اهدى، عشان انا عايز اقول لك على حاجه مهمه. ماشي، في حيوانات بره كتير اهم وحالتها اخطر، فانتوا شايفين ايه؟ انا شايف برضو يا دكتور ان ده حيوان برضو وحالته خطيره. ما تقولش عليه كده لا يزعل. يا دكتور يعني عالجه باي طريقه، احنا مش هنقول لك انت بتعمل ايه، اعمل اي حاجه. انا عندنا حل بقى. اتفضل الحقني بيه. ابوس ايدك، الحقني بالحل. اهدى اهدى، مالك في ايه؟ خار. بص، ليكوا في الحمام. ايه؟ الحمام. ليكوا في الحال؟ لينا في الحمام. ليكوا في الحمام، ماشي؟ احنا نجيب شوية حمام، نربيهم ونسفر لهم ويجوا لنا، وبرضه ينفعوكوا في غدوة حلوة، في عشوة حلوة، مش فاهم. عشوة حلوة ايه وحمام ايه؟ يا سيدي احنا عاوزين الفار دوت مهتمين بيه، احنا يا سيدي دماغنا فراني. وانت دماغك فراني برضه؟ دماغي فراني، ما انت شايف لابس ايه؟ الضحك حلو، احنا عايزينه بقى يقوم ويضحك معانا كده. طيب، بصراحة انتوا صعبين عليا، يعني انا شايفكم مهتمين بيه قوي وخايفين عليه وبتاع، فانا عايز اقول لكم معلومه، يعني الفرد ما بيعيش كتير بصراحه بقى. ما بيعيش كتير يعني؟ ما بيعيش كتير يعني؟ ما بيعيش كتير. اعمل اي حاجه ارجوك انقذه يا حبيبي. بص يا دكتور، اتصرف، اعمل اي حاجه. بص ايدك. بص يا دكتور، لو حضرتك مكسوف تقول ان انت مش عارف تعالجه، مفيش مشكله، احنا ممكن نسفره اي دوله نعالجه هناك، بس قول لنا نوديه فين بالظبط. اي حته ان شاء الله نوديه. وادي فرند. ايه الغباوه دي؟ يا وادي فرند مسلسل هو ده؟ مش مكانه. لا، ايه ده؟ عشان انت مفاجئني بصراحه. طب يلا فاجئني انت، يلا وعالجه بقى. هفاجئك، انا عندي حل. اخر حل ده. الحقني بيه. انا عندي كلب جولدن ب 5000 جنيه، ماشي؟ تجيبوه برضو، وتسفروا له يجي لكم، وكلب بيت ويلعب مع الاطفال وزي العسل، مش فار. طب نعالج الفار ونسفر له ويجي لنا برضو. بعدين الجولدن ده شرس اصلا. شرس ايه؟ جولدن ده كلب عبيط بتاع بيت، بيقعد يلعب وخلاص. يعني نجيبه؟ نجيب ايه؟ ما انت منك يا هاتم. انت دماغك يا ابني عايز ايه يا ابني؟ ما تخلصت. بص يا دكتور، حضرتك ممكن تعملوا عمليه تجميل وخليه لنا شبه الصوره دي. انت قلت له حاجه بتضحك ولا ايه؟ في ايه؟ نسخه من فار فعلا. ايوه، ما هما نفس الفصيله. ماشي ماشي، ينفع اعمل عمليه تجميل بجد؟ كتر خيرك. طب يلا نجد بقى. بس انا يعني هحتاجكم معايا في العمليه. ماشي، احنا تحت امرك. اتفضل. ماشي. طبعا. طيب انا يعني هحتاج شويه جلد من فخدك. فخدي كلها تحت امرك، بس ننقذه. حلو، ماشي. وشويه جلد من فخدك انت كمان. من فخدي ليه؟ ما انت هتاخد من فخدي. انا هاخد شويه جلد من فخدي انا شخصيا. كتر خيرك، هتدينا من فخدك. هنرقع وش الفار هيبقى شبه الصوره بالظبط. الحمد لله، كتر خيرك. طب ما قلتليش ليه من الاول؟ ما هو انت لو كنت وريتني الصوره من الاول انا كنت قلت لك. انا ما كنتش عارف والله، كنت وريتها لك. وانا ما كنت شفت الصوره والله. طب يلا. في حاجه بس، يعني اهدى بقى عشان اقولها لك اخر حاجه بس. قل. مش لاحق. حجمه هيفضل زي الفرد كده بس صغير برضه حلو. طب ما تاخد حته كبيره من فخدنا وتخليه بالحجم الطبيعي. مش مشكله، مش مشكله، خليه صغير، مش مشكله. ماشي، موافقين. امشي اطلع بره. ولا ليه؟ امشي اطلع بره. وهو يقعد عادي؟ انتوا الاثنين تمشوا تطلعوا بره وتاخدوا الفار معاكم وتطلعوا بره. ليه كده يا دكتور؟ في ايه؟ يلا يلا. حاضر حاضر. يلا اطلع بره. حاضر. هبت ليه كده؟ احنا في مصيبه. يلا يلا عبيط. يلا. الفار اللي بيموت ده؟ فراني. معلش، هناخدك نوديك احسن حته في الدنيا. متشكرين يا دكتور. يلا اطلع بره. كتر خيرك يا دكتور.